تخافوا عنكم. الحقي الأسهم المرسومة. رح تاخدك على المكان اللي بده اياه قلبك. أول مرة ما بتعانديني وبتمشي ورا الإشارات اللي حطيت لك ياهم. وما بتفكري بشي. فريد. نازلي. لو سمحتي بدون ما تقاطعيني، اصلا عم اجمع كلماتي بصعوبه من كثر التوتر. اسمحي لي هالمره اعمل شي بيليق فيكي. يلا تعي. نازلي، أنا من سنين طويلة مشغول بشركتي وما أهتم بشي إلا بشغلي وكيف بدي طوره. تعودت على روتين وما عرفت غيره لأني هيك تربيت وصارت حياتي كلها روتينية. بس من أول يوم دخلتي فيه على هالبيت ورائك الملونة بلشت تطالعني من عالمي. كانت ورائك وملاحظاتك مثل فرشاية عم تلون العالم. والمهم هلأ بالنسبة إلي إني يكون لآخر يوم بحياتي عشقك لملي قلبك وحبيبك كل العمر.
الحب والجمال اللي جواتك بخلوا كل شي قريب منهم حلو مثلهم يا نازلي، ومستحيل ينتهي تأثيرهم. ما بعرف إذا الجو اللي عملته عجبك أو قدرت أصنع كام لحظة حلوة بعمرنا. تقبلي تكوني مرتي؟ فريد، عن جد كل شي عملته بجنن، حاسة إني عم عيش حلم، بس أنا... إنتي شو؟ للأسف أنا ما فيني أقبل. كيف يعني ما فيك تقبلي؟ أنا زعجتك بشيء وعملت شيء ضايقك بدون ما أنتبه؟ فريد، أنا ما كنت حابة أجرحك بنوم، بس هذا هو جوابي. نازلي أنا عن جد مو فهمان شي، نحن لحد مبارح حتى لحد اليوم كمان ما تقنعني، أكيد صاير شي. شو الموضوع نازلي؟ احكيلي باختصار. أنا ما فيني كمل معك. ما فيك تكملي معي نازلي؟ أنا عن جد مالي مصدق اللي عم اسمعه منك أبدا. لسه مبارح وعدنا بعضنا أنه نعوض الأيام اللي راحت علينا كلها، جوابك هذا ماله مقنع أبدا، ضروري يكون في سبب ملموس وصلك لهيك قرار. لتكون أمي ضايقتك بشيء؟ أه؟ أمي ضايقتك؟ فريد، لو سمحت أنا ما فيني كمل معك. هيك بيأثرولي؟ أنا آسفة، لازم روح، خاطرك أنا أتأخر. نازلي بكفي فريد، حبنا انتهى، عم تفهم؟ ما بقدر كمل معك. نورمان، إذا احتجتي أي شيء خبريني حبيبتي. أنا ما رح أطفي لك الضوء، إذا ما بدك إياه طفيه أنت قبل ما تنامي. نحن سهرانين. يمكن كان لازم نطلب لها دكتور، وضع مو عاجبني ابدا. هلا لازمها راحه وبس، ضروري تنام وترتاح، نحن منضل هون جنبها. لهلا ما عم بيروح منظرها من قدام عيوني، كان قلبي رح يوقع لما شفتها هيك، لهلا مو مصدقه اللي شفته. واضح انها مجروحه كثير، عم لوم حالي على كل يلي قلته. ليش لتلوم حالك؟ معقول ما خبرتك؟ ما بعرف اذا صار شي بينكم. امبارح كانت عندي وحكيتها بقسوة، بعرف جرحتها بس ما بدي تتأمل على الفاضي، وما توقعت توصل الأمور معها لهون. يعني ما شرط يكون هاد سبب يلي عملته،
بجوز في سبب تاني، خصوصي إنه الوضع بينه وبين نازلي ما منيح. إيه يمكن صار في تراكمات عليها. يمكن هيك، عادي فترة صعبة وأكيد رح تمر بشوية صبر. معك حق، وبس تشوفنا جنبها بتهون عليها. وجود الأصدقاء بهم بهيك ظرف، بيساعد وبيدعم كتير. طبعاً، بس حتى الأصدقاء محتاجين للراحة كمان. لهيك أنا برأيي تروح ترتاح بالبيت وبكرة بتيجي بتطمن عليها. ما تشغل بالك، أنا رح ضل جنبها. نازلي جاي ما هيك؟ أكيد طبعاً، هلأ شوي وبتيجي. طيب أنا رح أشوف نورمان قبل ما أمشي. ماشي، يلا سلام. سلام. خالي 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 اجينا. حبيبي كيف كان مشوارك؟ كان مشوار حلو كتير. بالأول أكلنا همبرجر، وبعدها على السينما، وبعدين لعبنا أتاري وغلبت لتيتي. خالي ليش مزين الجنينة؟ مو مشان شي حبيبي زينتا، كمل شو عملت كمان؟ وبعدين أكلنا حلويات طيبة أنا وتيتي. بس نسيت اسمه، شو كانت تيتي؟ كريم برولي. إيه هيك اسمه مزبوط. خالي وين نازلي؟ راحت اليوم تنام بيت اختها. ليش؟ في شوية شغلات لازم تعملها بالبيت وتساعد اختها. بس بكرة اكيد حترجع، يعني بس ارجع بلاقيها بالبيت. شو حبيبي ما نعس تتأخر الوقت حتى اشوف خالك تعبان وبده ينام. يلا. حاضر. تصبح على خير يا بطل. تلاقي الخير خالي.
بتحب تشرب شي؟ لا شكرا لك. شلون وضع هلا؟ منيحة، فطرنا مع بعض وهلا عم ترتاح بأوضتها. أنا حكيت امبارح مع فتون وما بعرف إذا خبرتك، بتوقع أنا السبب بيلي عملته نورمان. لا أنا ما بظن، نورمان ما بتفكر بهذا الأسلوب، وأنت بتعرفها منيح، هي مو من النوع اللي بيأذي حاله إذا ما بادلت المشاعر. وأنا ضايقتها الفترة الماضية وكان عندها تراكمات كتير، وهلأ ما عاد يهم كيف ومين السبب، نورمان منيحة وهذا هو المهم. معك حق. ولو سمحت هذا الموضوع خليه بيننا، ما بدي كتير تتطور الأمور، حتى فريد ما خبرته. ايه طبعاً طبعاً ما تقلقي، بتعرفيني أنا كتير حريص بهيك أمور، مثلاً مثل قصة زواجك يلي كان المفروض تبقى سر، بس شكله الموضوع ما ضل بيناتكم والكل عرفوا فيه. فعلا. معناتها رح تبقي هون عندها هالفترة ما؟ طبعا نورمان بحاجتي. فريد بيعرف ليش رح تبقي هون؟ لا قلت له رح ضل كم يوم مع البنات. عزيز شكرا كتير لأنك أنقذت نورمان وما تخليت عنا بنو، يمكن تكون مشاعرها مجرد شي عابر، بس صداقتكم هي الأهم، خليكن جنب بعضكم. وهي ما قصرت ابنه، وأنا واجبي ساعدها مثل ما هي ساعدتني. أنا رح أقوم أطمن عليها. ماشي تفضل. سهلة، كيفه الحلو؟ فيني فوت؟ تفضل. الظاهر إجا دورك بالمناوبة، ما تخافوا خلص ما رح انتحر. لا مو هيك، ما أنا خايفين إنك تفكري تعملي هيك شي، مع إني لهلأ مو فهمان كيف حدا مثلك فكر بهالطريقة وإنتي بهذا العمر. أنا كمان ولا مرة تخيلت إني ممكن أعمل هيك شي أو حتى أتجرأ عليه، بس بلحظة بتفقد كل السيطرة، بتحس إنك بدك ترتاح من كل هم. ليش كل هالعتمة؟ المسكرين البرادي مثل يلي قاعد بالسينما ولسه نهار بأوله، خلوا الضو يفوت شوي، يعني ضو الشمس بيعطي شوي طاقة ونشاط، مع إنه شكل الشمس عندها عطل اليوم، مو أحسن هيك برأيك؟ كنت عم بتقولي انك بدك ترتاحي من كل الهموم. الهموم يلي قصدتيها لها علاقة بحديثنا مبارح؟ اي حديث بتقصد؟ ما فهمت، مو متذكرة اي شي صار مبارح. انت عرفاني شو قصدي، مبارح حكيتيني بكل صراحة وانا باسلوب بشع صديتك، كسرت بخاطرك، بس ما كنت بقصد، لا تزعلي. عزيز إذا بدي انجرح من كل حدا بيضايقني كنت فكرت موت من زمان. طمن. طيب معناته ليش؟ يعني ليش ساويتي هيك مبارح؟ بتعرف الحب شغلة لازم نحارب كرماله وما نتخلى عنها نهائيا، مثل تجربتي أنا معك ومثل تجربتك أنت مع أختي ومثل فريد وأختي مع بعض. هي الحرب ما لازم توقف شو ما كانت النتيجة، مع هيك الإنسان مرات ممكن تضعف طاقته، ممكن تخزله شجاعته وبصير بيشوف طريقه كتير صعب. ومستاهلة؟ ما في شي بيستاهل الموت شو ما كان. ما أنا مستاهلة، يعني لو بتفكر بالمنطق فأكيد ما في شي بيستاهل. ليك شكراً لأنه كنت موجود جنبي. الإنسان ما لازم يعمل كل شي بيفكر فيه، وشكلي بعد هالتجربة رح ضل أقول مواعظ. أي والله حتى كلامك عن الحرب كرمال الحب كلام مأسور.
بهالمناسبة أنا جايب لك معي هرمون السعادة شوكولا. على فكرة أنت أحلى مناوب عندي، البقية عم يحشوني خضرة وفواكه. شو رأيك هلأ الممرض تبعك يساوي لك كاسة شاي معتبرة؟ موافق. شكراً كتير ميمار، ماشي يعطيكم العافية. شفتي يا نازلي؟ لما قلت لها نورمان مريضة قال خلص خليكن جنبها وأنا بدير بالي على الوضع هون، والله ما في منها هالبنت. ايه مزبوط. حدا بيحب يجدد الشاي تبعه؟ لا أنا ما بدي شكراً. عزيز، شلون شفت نورمان منيحة؟ يعني قياساً بمبارح ممتازة، بتصير أحسن. أنا بفتح. تفضل، أهلا وسهلا. أهلين فيك. فوت. فايت لعند نورمان. أهلا وسهلا. بقدر فوت؟ ايه تفضل. نورمان وعزيز أويانا كتير صحبتهم، ولأنها تعبانة شوي اجا من الصبح لحتى يطمن عليها. خبرتي شي باللي صار بيني وبينك؟ ما قلت لحدا بنوب. اللي سمعته مبارح كان كابوس مزعج، حتى أني ما قدرت نام، فلو سمحتي ممكن تخبريني بالضبط شو اللي عم يصير معك؟ فريد لو سمحت، أنا حكيت اللي عندي وما بدي أرجع أعيده بنوب. بس هيك الأمور ما بتنحل، بدك تعطيني سبب مقنع من حقي أفهم ليش هالقرار وليش بهالوقت كمان. أنا بدي أفكر بهدوء وعيد حساباتي، لو سمحت ما تضغط علي. نازلي أنا اللي بيعرف كيف كنا مع بعض بهاليومين اللي مرقوا، ما عم صدق شو اللي عم يصير، وبدل رح يتفاجأ أكتر. معك حق، أنت بالنسبة إلك الموضوع غامض ومو مفهوم، وأنا ما رح أيأس أبداً، ورح ضل أسأل وأستفهم لأوصل معك للنتيجة بالأخير، لأني ما بدي أخسرك بنوم. نازلي، كنت عم أقول صار لازم نروح على المطعم، ميمار بتكون معجوقة. معك حق، رح ألبس. وأنا لازم روح على الشركة، عندي اجتماع، وصلكم بطريقي؟ لا ما في لزوم، نحن ما رح نمشي دغري، لأنه بدي ألبس وأطمن على نورمان قبل، ما في داعي تستنى. فريد ما تواخذنا، بس ميمار لحالة بالمطعم ولازم نروح نساعدها. ولا يهمك، بشوفك نازلي. أكيد بشوفك. فريد ما رح يتراجع أبداً لحتى يعرف ليش عم بعد عنه. طيب أنت ليش ما بتخبريه بالحقيقة وبترتاحي؟ بلكي هو بيلاقي لنا شي حل. لا مستحيل فتون، فريد بيكره راكان وما بيطيقه، رح يجنه ويعمل له شي عمله وقتها بتوقع براس نورمان. ايه بس هيك رح توقع براسكن يا نازلي، يعني اللي رح يدفع الثمن بس أنت وفريد. مشان هيك لازم أعمل شي فوراً، ما فيني روح على الشغل وكأنه الوضع طبيعي. وأنا معك، بس شو طالع بإيدنا؟ نحن عم نحكي عن راكان يا نازلي، عن حدا معدوم الضمير. راكان مثل أبطال أفلام الرعب، واحد مجرم ودموي، وما فينا نحتال عليه بنوب. ما فينا نحتال على راكان، بس فينا نجرب هالشي مع مظفر. كيف يعني؟ مظفر غير راكان أكيد، يعني بيجوز نلاقي عنده نقطة ضعف أو نعرف شي جديد نضغط عليه فيه. إيه والله مظبوط. مثلاً هذا الفيديو اللي شفنا منه مقطع واحد، ما عرفنا شو في قبله. معك حق، يعني لازم نشوف الفيديو كامل، بلكي منلاقي حل لهالمصيبة. ايه والله صحيح، أكيد محتفظ بالتسجيل عنده بالكمبيوتر أو بشي محل، فخلينا نروح على بيته. صحيح ما فينا نسرق الكمبيوتر، بس بيجوز نفتحه بشي طريقة، وإذا شفنا الفيديو كامل بيجوز نلاقي حل. يلا خلينا نمشي بسرعة. يلا دافي. أنا من صغري بحب أحمل شمسيات لما ما يكون في مطر ولونها حلو ولابق لتيابي. خلص رح أستيرها منك بالصيف. ايه ما عجبك جو البحر؟ برأيي كان احسن لو ما طلعنا، كنا قاعدين بالبيت وعم نحضر تلفزيون، يعني لو شفنا شي فيلم رايق او مسلسل حلو وشربنا كاسة شاي دافية مو كان احسن من هالمشروع؟ بس انت عنيد، شو اعمل؟ والله لو بدي اسمع كلامك كنت رح اتركك وانت غرقانة بسابع نومك.
هيك ها روقي وشك حلو وانت عم تضحك. شايفة هدول الناس اللي بيعرفوا كيف يغيروا جو؟ بالله شو؟ اصلا هدول الناس بس همهم يتعبوا حالهم، المشي مفيد اكثر للجسم فلا تتحمس كثير للركض، اصلا لو ما اجبرني البادي جارد اللي عينوه لي اياه ما كنت وافقت اطلع. والله يعني هلا انا ترقيت وصرت حارسك الشخصي؟ تعالي نجرب حظنا. شكرا ما بدي. ما بحب هاي الألم، خلينا نرجع. نورمان خير في شي؟ لا أنا بجوز لأنه كنت نايمة بالتخت ومتسطحة وطلعت فجأة على جو البحر فيمكن هالشي تعبني بزيادة. امشي عزيز يمكن إذا رجعنا على البيت أحسن. لا ما حذرتي، تعي لهون مو على كيفك تستسلمي بسهولة، وبما أنه وصلنا لآخر الشط فأنا بعرف قاعدة كتير حلوة وبيساووا فيها شاي ولا أطيب من هيك، أنا عازمك عليها. عن جد الشاي عندهم مفتخر وعندهم نكهات كتيرة، صح بيقدموها بكاسات كرتون وبتطلع طعمة الكرتون بقلب الشاي، بس صدقيني نورمان الشاي لحاله دواء. عزيز شباب صرت البادي جارد نظامي، عم تشحطني من ايدي لشو كل هالاستبداد؟ لا لسه ما شفتي شيء من الاستبداد. يا سلام واخيرا اجت ناظري. حلو. يا روحي اشرب الحليب. ناظري حلوين شواربي؟ على فكرة ما حدا بيعرف يعمل موز وحليب طيب مثلك. قريته صحة وعوافي. خالته فاتن عملت لي منه مبارح بس ما كان طيب مثل هاد. بدر انت بتعرف اني بحبك كتير مو هيك؟ صح انه بحب كل الاطفال بس لما عرفتك إلك وبعد ما ضميتك اول مرة صرت اكتر ولد بتحبي. حبيتك كتير اكتر منهم كلهم. وانا كمان كتير بحبك هيك قد الدنيا كلها. بدي أحكي معك بموضوع. ليك بدر أنا ما عاد فيني ضل هون بالبيت. ما رح تجي لعندي أبدا؟ معقولة ما أجي؟ دائما رح أجي لعندك مثل اليوم بس المسا رح أرجع عبيتي. ليش يعني؟ لنقول إنه هيك لازم بس أنت ما دخلك بالموضوع اتفقنا؟ لكن مين دخله؟ أكيد خالي فريد مزعلك. أنا برجي يعني بطلتوا تحبوا بعضكم؟ لا طبعا أنا بحبه وهو بيحبني كمان بس يعني بيضطروا الكبار ياخدوا قرارات غصب عنهم بينجبروا عليها مثل وظائف المدرسة يعني فينا نقول هيك. بس اللي بدي اياك تعرفه انه حتى لو انا ما كنت موجودة معك هون مو معناتها اني بعيدة عنك بنوب. انا دائما رح ضل جنبك يعني مثل امي. امي عطول بعيدة عني كمان بس خالي بيقلي انه جنبي عطول وأنا رح أكون هيك وإمتى ما بتحتاجني رح أجي لعندك وساعدك بكل شي وبعمري ما رح أتخلى عنك. أنا دائما جنبك أصلاً ما حدا بيقدر يأخذك مني. فهمان؟ فهمان. ها إجيتي فتون؟ لا والله لسه ما اجيت بعد شوي بوصل. والله دمك خفيف مثل زكائي. لك اخ ليش الشي اللي صار خلى عقل براسي؟ والله هاي اول مره بحياتي بحس اني مكركبه هيك. يا لطيف ليش خير شوفي؟ يعني هيك كالعاده نورمان مريضه وكركبنا وضعها شوي. اها سلامتها شو صاير معها؟ كيفها هلا؟ هلا احسن عم ترتاح بالبيت هاليومين. الحمد لله. ونازلي كيفها؟ شو وضعها؟ ما كتير منيحه هي وفريد متزعلين. ليش يعني في شي مشكلة؟ لا مو مشكلة محرزة كتير بس هالكم يوم يعني جو بيناتن غائم جزئي. عن جد وضعون كتير غريب شي مناح وشي متزعلين مو منيح هالحكي. ما في استقرار. والله معك حق ما في استقرار بس نحنا شو طالع بإيدنا؟ أهلا وسهلا. أهلين فيكي. شو وين نازلي؟ نازلي لساتها بالبيت. نقدر نحكي شوي فتون؟ طبعا تفضل انت ارتاح شوي جوا وانا جاي فورا. فتون فهميني بالله ليش بده يحكي معك؟ والله ما بعرف ميمار يمكن بده مساعده مني. حلو كتير. وانت قد فتون اوعك تقصري بشي. يا ريت فيني صالحن وريح بالي. ميمار
هدول بدهم مصاري وما لازم فريد يشوفهم أو يعرف بشي، مو ناقصنا مشاكل جديدة. طيب ماشي بسيطة، اليوم موعد أول دفعة من الديون ونازلي تركت المبلغ من مبارح، خلص محلولة. ممتاز، لكان حاسبيه ونصرفيهم بسرعة. يلا يا أهلا وسهلا، نورتوا المحل. تفضلوا لنضيفكم. شريف بيك بعتنا لهون. بعرف بعرف، نحكي جوا، تفضلوا. يلي عم يصير غريب كتير عن جد، وما عم افهم شو بده. معك حق. فتون انتي ونازلي ما بتخبوا شي عن بعضكم، واكيد بتعرفي بالوضع اللي وصلنا له، لهيك اذا بتعرفي شي بتمنى تخبريني فورا. فتون سمعتي شو قلت؟ ايه طبعا، ولو عم اسمعك منيح. ليش ما عم تجاوبيني لكان؟ انا ناطر جوابك، فهميني شو الموضوع. والله لكون صريحة يا فريد، نازلي هالمرة ما خبرتني شي بخصوصكم، عن جد هالمرة ما عم تقول شي لحدا. مو هي وصتك ما تحكي شي فتون؟ لشو بدها توصيني إذا ما عرفت شي عن الموضوع أساساً؟ هلأ نازلي ما خبرتك بشي يعني؟ معقول بدك يعني صدق هالحكي؟ فريد لو سمحت أنا ما عم أكذب عليك، ولو في شي خبرك يا كنت بحكي لك. لما نازلي راحت على بستان الزيتون ساعدتيني ولمحتي بأكتر من شغلة لأعرف شو اللي تغير هلأ فتون؟ بصراحة هالمرة كتير شغلات تغيرت، والله يستر من اللي جاي، وما فيني أقول غير الله يقدم لكم اللي فيه الخير. رح فوت على المطبخ وشوف شو عم يعملوا. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك شيف. السمك جاهز مشان طلبية المساء؟ نظفت السمكات وصاروا جاهزين. لهون وبكفي نازلي، هلأ بدك تفهميني شو اللي عم يصير. فريد لو سمحت أنا مشغولة. نازلي، وأنا عم أطلب شي بسيط، كل اللي بدي إياه هو جواب واحد. فريد ليك كل العمال عم يطلعوا علينا، وغير هيك زحمة كتير اليوم، مو شايف قديش في زباين؟ يا جماعة في مجال تطلعوا شوي لبرا؟ لو سمحتوا تركونا لحالنا أنا والشيف نازلي. ماشي، وهيك صرنا لحالنا، ما بقي لك حجة بنوم وما فيك تهربي أبدا. تفضلي جاوبيني. فريد أنا حاسة بشعورك، في براسك مليون سؤال، واللي مجننك أنه مو ملاقي جواب لإله. فعلا حاسة بشعوري، مع هيك ما عندي أجوبة لأسئلتك بنوب، أنا مو مرتاحة وتفكيري مشوش. طيب شو اللي تغير وخلى تفكيرك مشوش؟ ما بعرف بنوب، ما بعرف، مو الكل بيقدر يكون واضح مثلك، بعدين أنا طبعي مو مثل طبعك. شو اللي مخوفك لكان؟ طالما نحن مبسوطين ومنحب بعض قليلي، هالخوف شو سببه؟ ولا بطلتي توثقي فيه؟ مو هيك. شوفي لكان نازلي، ليش تغيرتي؟ بس إياكي تقليلي هلأ أنه بطلتي تحبيني فجأة، مستحيل صدق هيك كلام. فريد بعد نازلي، يا جماعة شكلوا في حريق بالمطعم، اطلعوا بسرعة بسرعة يلا. امشي نازلي. لحظة فريد، شوفي شو صاير. والله ما فهمت شي، بس اشتغل الانذار طلعت بسرعة. ما يكون ما صاير حريق بالمطبخ؟ لا نحن كنا جوا، ما في شي بالمطبخ. خير ان شاء الله، يمكن جهاز الانذار خربان. هي اول مرة بتصير بالمطعم. ها الحمد لله وقف الجرس. بترجاكم ما تواخذونا، تفضلوا ما في شيء، الجرس وقف، شرفوا يا جماعة. لا تفضلوا ما في شيء، تفضل ما في شيء. تفضلوا، أهلا وسهلا. لا ما في شيء، تفضل. يا الله ما صح حالكم تكملوا حديثكم من وراء الإنذار، بسيطة بتحكوا بوقت ثاني إن شاء الله. شلون اشتغل الإنذار وما في حريق فتون؟ والله ما بعرف، شكله جهاز الإنذار خربان. يلا أنا بستأذن لأنه عندي شغل لفوق راسي، ما تواخذني فريد. Thank you.
سبق وشفت شي مرة دلفين بالبحر؟ وأنا صغير كنت روح مع فريد، كان بابا ياخدنا لنصيد سمك، ومرة شفت واحد. وانتي؟ شفته أكتر من مرة، ورح أتمنى أمنية لما أشوفه المرة الجاية. ليش يعني؟ يعني بتوقع نادرة كتير شوفت الدلفين، وبحس إنه فيها شي خاص، لهيك قررت بهاللحظة بس شوفه أتمنى، وأكيد هي رح تتحقق. بما إنه شوفته نادرة لهالدرجة، خلي أمنيتك كبيرة شوي. في كتير أمنيات كبيرة عندي، أهم واحدة إني أتغير، بدي أصير إنسانة طيبة ومنيحة. نورمان، أنتي مو بحاجة لهي الأمنية، أنتي إنسانة طيبة ومنيحة بكل حالاتك، ومو مضطرة تتغيري بنوم، بكفي توثقي بحالك. ما بعرف على شو مستند، إذا أنا بهاليومين بس عملت مصايب ما بينعدوا. إيه، وأنا بحب المصايب. هو في مصايب حلوة أحياناً، بس الإنسان لازم يتغير. شكل السماء بس يلي رح تتغير ورح تمطر علينا. منقوم؟ نازلي، خلصتي دواء؟ مضطرة أمشي لأنه نورمان مريضة وبدي روح لعنده. إيه سلامتها، بس في مجلة اتصلت فينا من شوي وقال بدهم يعملوا ريبورتاج عن المطر. كتير منيح، ممتاز، هاي دعاية ببلاش. خلص أنا جاهزة، بعدين أنا محتاجة أطلع من جو الكآبة اللي أنا فيه، بس أنتي رح تكوني معي بالمقابلة ها؟ يعني بودي كتير عن جد كون معك، بس اليوم ما بقدر، المقابلة اليوم المساء وأنا بصراحة ملتزمة بمواعيد. طيب خليهم يأجلوها لغير يوم. للأسف ما بيقدروا يأجلوها كمان، عندهم ترتيبات ومواعيد. حكيت له لفريد بس ما بيقدر يجي، يعني ما ضللنا غيرك. الله يوفقك نازلي. طيب رح يعملوها هون بالمطعم؟ ايه طبعا هون، والموعد الساعة 8 المساء، تقدري بهيك وقت ما؟ خلص ما في مشكلة، يلا بشوفك. الله معي، سلمي على نورمان. سلام. الله معي. ألو فريد، كيفك هلا؟ أنا منيح ميمار، أنت كيفك؟ خير شكرا. ليك في عندي إلك خبر حلو، في مجلة بدها تعمل ريبورتاج عن مطعمنا اليوم المساء، بتقدر تجي معي؟ للأسف يمكن ما أقدر، أنا مشغول شوي ومالي خلق للصحفيين هلا. عن جد؟ بس هالمجلة كتير مشهورة ومهمة. نازلي مشغول اليوم وأنا عندي التزامات، ما في غيرك تقابلهم. صدقيني ما بقدر لأني مشغول. فهماني عليك، بس هاي المقابلة مهمة مشان المطعم يا فريد، لو سمحت لازم حدا منا يكون موجود هون، لا تخجلني معهم، أنا عطيتهم موعد المساء. طيب ماشي بجي، المهم إنه هن ما يطولوا كتير. لا ما بيطولوا، لا تشغل بالك، المساء الساعة 8 يكون هون بالمطعم، اتفقنا؟ اتفقنا، ماشي سلام. ماشي فريد، الله معك. شو عم تعمل هون؟ انت شو عم تعملي هون؟ جاي لابسة ومتأنقة لتكوني ناطرتيني. لا اكيد مو ناطرتك، طلبت قهوة لو سمحتي. تفضلي. شكرا كتير. هلأ فهمت اللعبة، عملت خطة انت وميمار لحتى تلتقي فيني؟ ايه عم خطط كل الوقت، لانه ما عندي لا شغلة ولا عملة، جاي اعمل مقابلة مشان المطعم. وانا اجيت مشان المقابلة فريد، بس ما كنت بعرف انك رح تكون هون. معناها ميمار خططت لحالها وحكت معي ومعك، بس كرمال تخلينا نلتقى مع بعض، ويمكن ما في لا مقابلة ولا شيء. يمكن، بس بطمنك خطتها فشلت. وأنا من هلأ ما عاد يهمني وما عاد أركض وراكي أبداً. ليش شو صار، استسلمت؟ فيكي تقولي إني قررت أتركك على راحتك مو أكتر، ولأنه أنا تعبان كمان. فريد بيك نزلي خانم، لا تأخذونا تأخرنا شوي. عفواً؟ نحن من المجلة وحكينا ميمار خانم اليوم منشان الريبورتاج، معناته في مقابلة عن جد. فعلا، اتفضلوا لنبلش. تفضلوا. شكرا.
من حسن حظنا أنه اثنيناتكم موجودين، عنا شوية أسئلة عائلية. حلو كتير. ليش لا؟ أنا بجاوب على كل أنواع الأسئلة بالعادة، بس يمكن نازلي ما تكون مثلي، لأنه في أنواع أسئلة ما كتير بتحبها، يعني إلا بالعادة أنه تتهرب من الإجابة، حتى ممكن ما تجاوب أبداً حسب شو بيخطر على بالها. هالشي بيتعلق بنوع الأسئلة، لأنه مرات بتكون عن شغلات خاصة وشخصية ما بيصير الكل يعرفوها، وبهالحالات ما كتير بجاوب بصراحة، بفضل إني أسكت. أكيد فهمانين شو قصدي ما؟ طبعاً مفهوم. إذا جاهزين لنبدأ. إيه تفضلي. أول شي خلوني أشكركم لأنه قبلتوا تخصصوا لنا جزء من وقتكم يا جماعة. أهلا وسهلا. رح أبدأ بالسؤال الأول، كيف لقيتوا الزواج؟ ممتاز، كتير منيح. شو رأيك حياتي، ممتاز أو لا؟ إيه فعلا كتير ممتاز. نحن أسعد اثنين بالدنيا ومبسوطين، حتى أكتر ما بتتخيلوا. نحن تعودنا نشوف فريد بيك بحالته الجدية دايما، بس واضح أنه بيكون بحالة مختلفة تماما وأنت جنبه، فشو السر نازلي خانم؟ هو السر يعني؟ الحب هو السر هالشي. عشقنا أنا ونازلي كسر كل القيود اللي بحياتي، صرت حس إنه فيني يكون عفوي أكتر وماني مضطر أبداً كون لابس أقنعة. صارت حياتي كلها شغف وحب، هي اللي خليت عالمي يتلوان وكسرت لي كل قيودي. طيب وهذا العشق شو غير فيكي مدام نازلي؟ بصراحة خلاني صبورة كتير وعندي إصرار كبير كمان. بالأول كنت مشوشة كتير، هلأ صرت مسيطرة على حياتي. كانت حياتي غامضة وبلا هدف، بس هلأ صارت واضحة، هلأ عارفانة شو طموحاتي وشو اللي بدي أعيشه. حلو، وشو طموحاتك بهالفترة يا ترى؟ على فكرة وأنا كنت ناوي أسألها نفس السؤال، عن جد نازلي لشو عم تطمحي؟ ليش ما بتعرف يا حياتي؟ كون مبسوطة وعايشة براحة بال. معناته الشغل وهمومه عم يتعبوكي منيح؟ مزبوط، بس الشغل فيه متعة كبيرة، هالمشروع بالنسبة إلي مثل ابني. طيب على سيرة الأبناء، برأيكم رح نسمع خبر حلو بالفترة الجاية؟ بترك جواب هالسؤال للست نازلي. الحياة مليانة بالمفاجآت، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير معه، لهيك أنا بشوف نخلي الجواب للوقت المناسب. معلش ناخذ لكم كام صورة، إذا ما عندكم مانع لنزلهم بالمجلة. طيب ماشي ونحن جاهزين. منيح هيك؟ كمان شوي صغيرة لو سمحت. قلت لي كمان، قربي لشوف. معلش تمسكوا إيدين بعض. يعني أنت بدك صورة عائلية حلوة؟ شو رأيك هيك؟ ممتاز، بس ثبتوا شوي. عن جد قديش نحن عائلة مبسوطة وسعيدة. ما تنسي تضحكي لهم، وشك ما حلو هو عابس. كتير حلوين. بتحبي تشوفي؟ هدول شوفي. ايه بس غير الزاوية، كم صورة من هالجهة؟ لو سمحتوا بس كم صورة. عن جد شكرا كثير على كل شيء. ممنونك ويعطيكم العافيه. شكرا كثير لك. الشكر لكم. بالاذن فريد. شكرا كثير لك. بالاذن. تصبحوا على خير. مع السلامه. انا بدي اروح على المطبخ، رح شوف الشباب اذا لازمهم شيء. واليوم بدك تروحي هيك يعني بدون ما نحكي؟ ما اتفقنا انه ما بقى تسالني عن شيء؟ وانا ما سالتك شيء، انا كمان تعبان ومرهق. حاسه وبعرف اني عم تعبك، لهيك ما بدي نطول اكثر بالموضوع، بكرة منقعد ومنتفاهم. منحكي مو مشكلة، بس ليش مو هلأ؟ أعطيني مجال فكر هالليلة كمان، وبوعدك بكرة أني أوصل لنتيجة. طيب اتفقنا، أصلاً صبرت كتير عليكي، بنطر كمان لبكرة، بس ما تتأخري الصبح. اتفقنا. تمام، بس مو هون، إذا ممكن بعتيلي مسج ومنتفق. ماشي، بشوفك بكرة. مع السلامة. نازلي بعتت لي مسج انه جاي على الطريق، يلا هلا بس اوصل بعرف شو صار معه. ان شاء الله يكونوا انبسطوا بهالسهره، سلمي لي كثير على نازلي. الله يسلمك. شكلكم متفاهمين انت وطارق. كيف يعني؟ يعني ما بعرف، كأنه حاسس إنكم كتير بتشبهوا بعض. يعني هيك شي، منشوف الأمور ببساطة. كأنك أنت وميمار كمان في تشابه بينكم؟ باللعبة كنتوا مثل السمن والعسل ما شاء الله.
بصراحة هي بنت ذكية وحلت اللغز قبلي حتى، مو قليلة بتفهم بالبورصة. لهيك هي مناسبة إلها. ما فهمت فتون. يعني أنت وياها مناسبين كرفقة، في كتير شغلات بتشبهوا بعضكن فيها. ما بعرف، يمكن لو عرفتوا بعض بظروف تانية يمكن كنتوا صرتوا ثنائي مميز. خير، يلا أنا صار لازم أمشي. تصبحي على خير. تلاقي الخير. من وين راجع هلأ؟ كنت بالمطعم. التقيت من نازلي اليوم؟ التقيت فيها إذا الموضوع بهمك، شفتها اليوم. وطالما لساتك متضايق معناها ما أخذت من الجواب يلي بدك إياه. أمي قديش لسه رح تضلي هون؟ يعني ما مليتي من المدينة؟ ما اشتقتي لجو المزرعة؟ شبك فريد، هاد مو موضوعنا، عم نحكي عن نازلي وعلاقتكن. وأنا بالنسبة لنازلي ما عندي أي شيء أقوله، حتى أنا ما بدي أحكي معك بنوب. واضح إنه هالبنت غيرتك كتير، أنت بعمرك ما كنت هيك. لا أنا من زمان هيك، بس كنا بعاد عن بعض وما كنت مضطر أتذكر الماضي كل ما أشوفك، ولا هلأ حتى مضطر كل ما أرجع على البيت كل يوم شوفك بوشي. فريد، القصة صار لسنين، ما حلك تنسى لهلأ معقول؟ تصبحي على خير. تفضل فريد بيك. شكرا. جيب لك شيء كمان؟ لا شكرا. اهلا وسهلا. صباح الخير. تاخرت عليك، لا تواخذني. بسيطة، معلش فكرت بهدوء أكتر وأنا ناطرك. تشربي شي؟ بشرب قهوة. خدي هلأ بيجيب لي غيره. عم صعب الأمور عليك مو هيك؟ بتعرفي شو أكتر شي ممكن يتعبني نازلي؟ أي بعرف، ولهيك إجيت اليوم. صار لازم نوصل لنتيجة بعد هالمعاناة، والتأجيل ما رح يفيدنا بنوب. وبالنتيجة لوين وصلتي؟ شو بدنا نترك بعض؟ فريد، نازلي خانو، مرحبا. مرحبا.
أنا بس حبيت سلم عليكم، كيف حالك؟ خير الحمد لله. الحمد لله. فريد بيك مرحبا. أهلين. أكيد حضرتك ما بتعرفني، بس أنا بعرفكم من اسمكم بالسوق، وبصراحة تفاجأت لما شفتك قاعد مع نازلي خانوم. نازلي خانوم مرتي، فشو الشي الغريب؟ ما فهمت. والله هيك ما كنت بعرف. معناتها نازلي خانوم أنت مو بحاجة مساعدتي، يعني طالما زوجك فريد بيك. إذا بتريد في حديث خاص بيننا. ساعدها بشو؟ ما فهمت شو بتقصد؟ نازلي خانم طلبت مني دينا مصاري من فترة، وأنا عطيتها المبلغ اللي طلبته مقابل فائدة بسيطة، وفي معي سندات بالمبلغ، ومشكورة عم تدفع بالوقت المحدد. مزبوط اللي عم يقوله نازلي؟ ما تواخذوني، بعرف أني قطعتكم، بالإذن منكم بتمنى لكم يوم سعيد. اسمحوا لي بخاطركم فريد بيك. نازلي حتى لو تفهمت القصة بس لا يمكن أقبل فيها. ما طلبتي مني مو مشكلة، بس ليش ما خبرتيني بهيك شيء؟ أنت معقولة اللي عم تعملي يا نازلي؟ فهميني شو بدك أعمل؟ مجبورة سدد دفعات القرض وشغل المطعم لسه بأوله، وبيت أبي مرهون، فشو بدك يعني أعمل؟ بكل بساطة نازلي رح جاوبك، فيكي تشاركيني همك. ليش فريد قلي؟ ما فيني حل مشاكلي بنفسي وأتحمل المسؤولية؟ وبهديك الفترة كانت علاقتنا بأسوأ أحوالها، وكنت تقلي ما رح سامحك بنوم. يعني لو ما صارت هالصدفة هلأ وعرفت بالقصة ما كنت ناوية انك تخبريني انت، مو هيك؟ الموضوع مو مستاهل فريد. مزبوط اتدينت ورح سدد المبلغ على 3 دفعات، حتى عطيته اول دفعة كمان. شي ممتاز. زواجنا كله مليان بالغموض والاسرار، ومن امبارح وانا ناطر منك جواب نازلي، بس شكلك مو ناوية تصارحيني بشي ابدا. شو في شغلات لسه مخبيتيها عني؟ هي فرصتك لتقليلي، يلا احكي. ما خبيت شي بنوب. انت متأكدة؟ وشو مشان انك قررتي تبعدي عني فجأة بدون اسباب؟ ما في سؤال بسأله وعم تجاوبيني عليه. مبين في كتير شغلات مخبيتيها عني. تعرفي شو، كل الموضوع ما عاد يهمني اصلا، مليت وتعبت من الاسرار والغموض والاسئلة اللي ما لها جواب عندك. ما فيني أرضى بسكوتك أكتر، وما بعرف شو في براسك، ولا بعرف شو دوافعك، ولا لوين بدك توصلي من كل هالشي. بدي أطلع. وما بدي ناقش بالموضوع. هذا اللي كان بدك اياه من الاول، نتطلع بدون ما نحكي بمشاكلنا وبدون ما نجرب نحلها بدون اي تعب. هلا هذا هو الحل المناسب؟ طيب مو مشكله، ارفعي الدعوه وانا موافق اطلقك. حاولنا نعمل دمج بين جو القرية وجو الساحل بالمشروع، ومشان هيك عم نفكر يكون قسم الصالات البعيدة بآخر المينا مطل على منطقة شجر الزيتون. على حد علمي هون ما في شجر زيتون، شو ما تفحصتوا الموقع؟ عملت بحث عن النت وشفت في شجر. معناها القصة صارت على عجلة، فحص المشاريع ما بصير عن النت بالعادة.
نحن ما فحصنا الموقع بشكل مباشر وما كان في وقت لأنه عم نحضر المخططات، بس بهاليومين أكيد رح نروح. حتى إذا منروح سوا بيكون أحسن. إيه مو غلط. نازلي معلش تجي شوي؟ كتير الشباب حابين يتعرفوا عليكي. عم يسألوني مين الشيف اللي عامل هذا الأكل الطيب. صحة وعوافي. الإبداعات اللي شفتوها بالأكل من تحت إيدين الشيف الموجود معنا. الأكل كتير طيب، شكرا لك. كل شي كان ممتاز، يسلموا إيديكي. وأنا مبسوطة أنه حبيتوا الأكل. صحة وهنا. حلو الإنسان يسمع عن شغله حكي إيجابي. أي نازلي، لو سمحتي شو عندك حلو طيب؟ لأنه هلأ صابتني فوبيا الحلو. أي انتبهت، اليوم عملنا تشيز كيك ومربى بس سعراته عالية شوي. بتحبي جبلك؟ إذا هيك بتشارك بقطعة أنا وفريد. شو جاي على بالك فريد؟ أنا ما بدي أكل شي حلو، خلونا نكمل الاجتماع. بستأذن منكم. طيب شو كمان؟ في عندكم شي إضافات؟ عن إذنكم أنا شوي وبرجع. فريد. نعم. مو حابة اتدخل، بس فيني اقلك شي بخص هذا الاجتماع؟ طبعا اتدخلتي ومشي الحال. طيب، وما رح اخذ كتير من وقتك لانه شكله اجتماعك مهم كتير اليوم. مزبوط، بس ما بدي اياك تفهم غلط الشي اللي رح اقوله هلا. شو الموضوع؟ بنان. انتبه من بنان فريد، فيها شي ما بيطمن. فيها شي ما بيطمن؟ كيف ما فهمت؟ واضح انه في براسها شي، حدسي هيك قال لي. في عندها طاقة سلبية. هيك حاسة؟ انت عن جد مو حاسس بشي؟ عم تسأليني إذا حاسس بشي اتجاه بنان ولا شو؟ لا فريد، أنا بس عم نبهك مو أكتر. شكله عم تخطط لشي بس ما بعرف شو هو. وشعورك مستند على حدسك ولا على شي ملموس؟ على حدس، وأنا ولا مرة حدسي خاني معك. يعني ما فينا نقول إنه شعورك هذا اسمه غيرة؟ لا مو غيرة فريد، وآخر همي هالموضوع. أنا عم أحكي مشان مصلحتك ومنفعتك مو أكتر، وأنت ساوي اللي بدك ياه. كيف لقيت الفريق؟ يعني فريق لطيف، مع أنه شكلهم مو كتير احترافيين بالشغل. ظن هي مناسب، بس الشغل اللي محضرينه جيد مانو سيء. أنا تشوش فكري شوي. ليش شريك؟ يعني مثل ما قلت رايقين ولطفة، بس في تفاصيل بالمشروع أول مرة بيسمعوا فيها. حتى بنان كانت عم تحكي عن الكل، ونازلي كمان. شبه نازلي؟ نازلي مو مطمنة لحركات بنان وكلامها، وحاسة إنه نيتها مو منيحة. وأنا لهلأ بكل أسف لساتني بوثق بشعورها. ما بعرف وارد هالشي. عم تفكر بالبلوة اللي أنا متوقعها. كل شي وارد، هي الحركات ما لها غريبة أبداً على ركام. مو بعيدة يكون حشر أنفه بمشروع المينا. أنا هيك عم فكر، هالشي بيتقاطع مع كلام نازلي وممكن مزبوط. على كل حال خلينا نكمل اجتماعنا. يمكن الحذر منيح، بس ما بدنا نتوسوس بدون أدلة أو إثباتات. لك يا ريتني ما نصحته، بس مو الحق عليه، الحق على هالمجدوبة اللي حكيت. لا ما معه حق، ليش حتى ما يصدق؟ شو قالك بالله؟ قال أنا غيرانة على حضرته. تعرفي إذا بقول له يا فريد انتبه، هاد قالب الكيك الحلو اللي عليه كريمة محطوط فيه سم، اوعك تقرب عليه. تعرفي شو ممكن يقلي؟ شو؟ أكيد أنت بتغاري منه. إيه لا، هيك تخيني وشو فيها إذا غرتي عليه يعني؟ ها؟ ولا شو رح تاكلي إذا بتغاري عليه؟ اللي بحب طبيعي يغار، بس بحدود طبعا. إيه ماشي أنا بغار، بس هالمرة مو همي الغيرة، هالمرة كنت عم حاول أحميه. لك هي البنت الحية لما تطلع على فريد بحس إنها بدها تقتله، ولو مو متأكدة من إحساسي ما بقله. نازلي روقي ولو، عم تخبي علي أنا فتون؟ أنا اللي بفهمك ما تكابري قدامي. بعدين لما وحدة مثل هالحرباية هاي تحوم حوالين فريد وفي براسها مليون حيلة، شي طبيعي إنك تغاري. لك فتون، كل ما بحس اني خلص مجبورة بعد، وقتها بحس انه لازم اقرب منه بجنون. ما بعرف شو بدي ساوي. بعرف انا حاسة فيكي. قديش الانسان بيزعل على الفرص اللي ضيعها من ايده وبيندم لانه ما استغلها، بس هلأ ما بقى ينفع الندم بكل اسف. مو حابة اشوفه مشان ما احس قديشني مقهورة، بس والله بحس انه الوقت ما عم يمشي بدون فريد. هاي اصعب شغلة بالموضوع، من جهة ما فيك تبعدي عنه، ومن جهة عم تتعذبي لما تكوني معه. فتون،
ايه حبيبتي؟ حبيبتي فتون، في شي حابة تقولي وأنا ما عم أعطيكي مجال؟ ايه نازلي، أنا عشقانة طارق وبحبه. ما تفكري مثل حب الأصدقاء، هلأ أنا بحبه كصديق، بس شكلي تعلقت فيه وتورطت هالمرة بحبه. يا الله، وأخيرا حكيت وارتاح قلبي. بس لحظة، عم تحكي عن طارق اللي بعرفه ما هيك؟ بالأول قلت شي يا بنتي، ويمكن عاجبك الشاب كرفيق، ما تبالغي بالقصة، بس طلع الموضوع أكبر من هيك، ما حدا بيتطلع فيني مثل ما هو بيتطلع. ايه عن جد، وبحس حالي طايرة من الفرح كل ما بشوفه عم يضحك قدامي. ما عم صدق أنا واقعة بالحب يا نازلي. وغرقانة بالحب يا فتون. هلا أنا حابة أطلع وقف برا وصرخ على قد ما بقدر، في شي جواتي لازم يطلع. حاسة صدري مخنوق وفي هموم جواته بدي يطلعوا منه. لا، ورحت بهدلته للزلمة على الفاضي والمليان. وبهدلتيه كمان؟ وهي عرفتكن على الفريق، واعتبارا من اليوم رح نلتقي كل اسبوع لنخبركم بالتطورات. ايه ممتاز، منيح انه نعرف بالتطورات اول باول دائما. انا كتير مبسوط منكن، يعني اليوم حسيت انه مشروع المينا بلش يتميز، وهيك بنضمن نفوز على راكان بهي المناقصه وبمناقصه المشفى كمان. برايك انحسمت؟ قدموا العروض كلهم بظروف مختومه، وباخر لحظه فريقنا غير رايه فرفعنا قيمه العرض ل 200 مليون دولار. مو على أساس نضل بحدود المية وخمسين؟ إيه، بس عرفنا معلومة جديدة إنه رفع العرض لميتين مليون. مبروك عليك، معناتها صار عنا كتير مناسبات نحتفل فيها. فعلاً صار بده. إيه سعيد، بتحب نمشي؟ بتعرف في عنا اجتماع تاني بالشركة، ونحن هلأ بدنا نراجع المشروع مرة تانية، وبعدين بدي روح على السوق جيب كم غرض. فيكن تمشوا. مشكورين يا جماعة، وبالتوفيق. فرصة سعيدة. يعطيكم العافية. يا هلا. الله يعافيك. شكرا لك. باي بنات. سلام. يلا سلام. أها، خلص اجتماعكم؟ ايه والله، ناطرك بالسيارة، ما تطول. ايه خلصنا اجتماعه وبدنا نروح. ماشي، طمني، الأمور كلها منيحة؟ كان كل شيء ممتاز، شكراً كتير ميمار. هذا واجبنا، بعدين أنت من أهم زباين المطعم عنا، غير أنك شريك فريد بيك اللي يعتبر صاحب المحل. شو سعيد بيك منروح؟ طارق، أنا رايح مع فريد على الشركة، وأصلاً بدي أخذ سيارتي من هنيك وأطلع، فيك تضل هون إذا بدك. طيب مو مشكلة، ببقى هون لكان، يعني إذا احتاجوا مني شيء، وبالعادة عم يحتاجوا، بساعدهم طبعاً. طيب ماشي طارق، إذا بدك فوت على المطبخ لعند فتون واسألها إذا محتاجة شيء مساعدة جوا. اتفقنا، معناتها لفوت دور على فتون أكيد بالمطبخ، وبسألها شو محتاجة. خاطركم. الله معك. أنا ماشي كمان. طيب ماشي، بس على فكرة كنت بدي أخذ رأيك بشغلة بتخص البورصة، لأني كتير مهتمة فيها، طبعاً لما تكون فاضي، لأنه ما بدي أعطلك هلأ. وأنا كمان ما رح أطلك عن شغلك، بعرف معجوقين اليوم. ماشي، يلا بشوفك بعدين، سلام. ميمار، أنا رايح على حفلة جاز صغيرة بآخر الأسبوع مع رفقاتي، هنن كمان بيشتغلوا بمجال البورصة، يعني إذا أنت كمان بتحبي تروحي معي على الحفلة وبتحكوا بموضوع البورصة، شو رأيك؟ موافقة، الفكرة حلوة. ماشي، اتفقنا، لكان بحكي معك قبل بوقت. طيب، وأنا ناطرة منك خبر. تمام، يلا بشوفك. شوفك. يلا بشوفك بخير. ماشي، الله معك. انتو خلصوا شغلكم ومنلتقي أكيد بعد كم يوم. مشكورة بنان خانم، منشوفك بخير. الو، ايه قلي. ما بدي اكون فاضيه وما معي حدا لحتى اقدر احكي وانا اخذ راحتي. راكان، ممكن ما تضغط علي هلا؟ اسكت شوي واسمعني، لانه في لك عندي خبر بفرحك. اسمع لك، لازم تتحرك وتغير خططك بسرعه.